ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا جدا. النهارده جايه اعمل لكم ريفيو سريع جدا على المنتج ده، وهو اسمه ساشا. تمام، المنتج ده اللي هو بيسموه كريم الاساس بتاع الجسم او مصحح العيوب الجسم. كتير جدا قالوا لي ان هو عايزينك تجربيه وكده علشان نشوف اذا كنا هنشتريه ولا لا. فانا جايه النهارده اقول كل حاجه عنه، سعره، مكان الشراء، الافكت بتاعه فعلا كان كويس وبيداري العيوب ولا لا، ومين اللي ينفع له ومين لا. فتابعوا معايا لنهايه الفيديو. يلا بينا نبدا. عشان اقول كل حاجه عن المنتج الهايل ده، هو منتج ساشا، فيه طبعا اسماء منه كتير جدا، حابه اسيب لكم يعني المنتجات التانية اللي شبهه بنفس الافكت بتاعها، فهسيب لكم هنا في على الشاشة. المنتج اللي انا جربته ده كان اسمه ساشا، كان ب 150 جنيه، موجود في جوميا وفي امازون، وموجود كمان في محلات بيع الميك اب. المنتج ده اللون بتاعه طبيعي او الناتشرال او النود. تمام، بالنسبة للدرجات، في درجات اغمق تناسب السمر اكتر، لكن الدرجة دي تناسب البشرة الفاتحة والبشرة الخمرية، لانها بتندمج مع البشرة وبتخليه كده شكلها ناتشرال طبيعي جدا. بالنسبة للإفكت بتاعه ان هو بيداري العيوب بنسبة 80%. انا هنا حطيت ماسكارا كده ووتر بروف، تمام، قلت احطها وتنشف شويه قبل ما نخلص كلامنا عشان هجربه على ايدينا بحيث نشوف اذا كان فعلا هيداري بنسبه كام. طبعا العلامات لو هي بنسبه بسيطه بيداري 100%، لكن العلامات فعلا لو انتم شايفين ان هي غامقه او تاتو جامد مثلا، او حرق باين جامد، او علامات في الجسم باينه اوفر، هيخبيها بنسبه 80%. فطبعا هيحسن من منظرها كتير جدا، وهيديكوا الثقه انكم تخرجوا من غير ما تحسوا ان العلامه دي موجوده في جسمكم، سواء في ايد او في رجل او ايفر. بس خلي بالكم ان المنتج ده للجسم بس، مش للبشره خالص، عشان ما حدش يجي يصدمه على البشره فيكون تقيل عليه. بالنسبه ان هو ووتر بروف ولا لا، هو ووتر بروف، بس طبعا لو استخدمته معاه شاور جيل او صابون او ميك اب ريموفر طبعا هيتزال على طول. بالنسبه بقى للاماكن الشراء، طبعا موجود في كل محلات الميك اب، وطبعا روميا وامازون. بالنسبه لمكان الصبع موجود في ميدن شاينا. تمام، العبوه بتيجي مغلفه تماما، انتوا اللي بتفتحوها بتكون بالمنظر ده، بيكون كده. طبعا بتربوها كده، عدوا كده لمده 30 عده، وبعد كده بتبداوا تستخدموها. تعالى يلا نجربها على ايدينا. انتوا شايفين كده، هنبدا نحط، شايفين دي كمان انا حطيت كتير، بس يلا مش مشكله هنجرب عليه. تمام اهوت، هبدا ان انا بحط على الماسكارا. تمام، دي ماسكاره حواجب. تمام، انتوا شايفين كده خباها بنسبه 80%، نسبه 80%. تمام، لانها طبعا لونها غامق. تمام، الماسكاره هي دي لونها بني غامق، فهو خباها بنسبه 80%. طبعا لو احنا عايزين نجرب كده ونحط طبقه تانية عليها ونشوف هتستخبى اكتر من كده ولا لا. تمام، انا مسحت الزوايد اللي حوالينها وهحط عليها طبعا بنرب كده علشان ما يطلعش السايل بس، لا يطلع اللون كمان معاه اهوت. وهنبدا نحط هنا اهي، وهنبدا نفرد كده على العلامه اللي احنا حاطينها دي اهوت. تمام، هتبدا تستخبى زياده، يعني كل ما انتوا عايزين تخبوا العلامه اكتر بتزودوا المنتج شويه. تمام، طبعا ما بين الرشه والتانيه بتسيبوه ينشف علشان ان هو يبدا ان هو ياخد مكان. تمام، ويبدا ان هو يروح، شايفين استخبى اكتر من الاول. تمام، المنتج ده لما بينشف يا جماعه بيبقى نفس لون البشره كلها مع بعض. اهم حاجه ما تسيبوش مكان ومكان، يعني مثلا ما يجيبوش هنا، انا حاطه هنا مثلا، قوم سايباها مثلا ورايحه على ناحيه تانية مش حاطه فيها، فهيبان ان هنا كان في دايره بيضة كده. لكن مثلا لو انا هحط حاجه مثلا في عندي علامه في الايد وحابه ان انا اخبيها، فلازم يبقى احط على الايد كامله. تمام، وهكذا برضو بالنسبه للقدم واي علامه عايزه اخبيها بالنسبه للجسم. بالنسبه ان هو فعلا يعني كويس ولا لا، انا حباه جدا لانه بينفع في مناسبات معينه، بيخلي كانك لابسه شراب كده، يعني مثلا لو عايزه رجليك تكون فعلا زي رجل الممثلين كده وتكون كانك فعلا لابسه شراب من غير ما تكوني لابسه شراب، ممكن تستخدميه. طبعا حلو جدا في الصنادل والحاجات دي كلها، فبيبقى كويس من غير ما تلبسي شراب ولا اي حاجه، فبيكون شكله كويس جدا. بالنسبه لان هو بيقعد مده طويله، فمش هتحتاجي منه كتير.
بالنسبة لسعره هو مناسب جدا لسعره لانه حجمه كويس جدا. هو ده حجمه تقريبا 125 ملي اهوت، فبيقعد مدة طويلة. اهم حاجة ترجوه كويس وتبدأوا ترشوا على المناطق اللي عايزين تخبوها، وتبدأوا انكم تفردوه كده زي الكريم، هيبدأ ان هو يتخبى معاكم. تمام، اهم حاجة نراعي شكل الجسم كامل، يعني ما نحطش على المنطقة اللي احنا عايزين نخبيها بس ونسيب الباقي مثلا الايد، لا ما ينفعش. لازم تكون الشكل زي شكل العرايس كده، لما بيجي يحط لهم ميك اب على جسمهم بيحطوه بشكل كامل بحيث ما يبانش حتة وحتة. تمام، ده النهارده كان الريفيو عن ده. لو ليكوا اي استفسار او حاجه نسيت اقولها عن المنتج ده اكتبوا لي في التعليقات، ودايما اكون موجوده معاكم. باي باي.